بكسره كده. اهم حاجة عندي في المية شوية كمون اهم. الكمون ده بقى بيعمل ايه؟ بيمنع الانتفاخ من الاكل، الاكل اللي هو الكرنب والبروكلي والارنبيط ده، يعني عشان فيه هارد كربوني، حاجات كده علمية كده مش عارفها ايه هي، ولكن احسن حاجة ان احنا نعمل له حبة الكمون كده اهو. ادي الارنبيط، هنا الكمون، توم باودر، بصل باودر، ست هناء، جبنة شيدر، كمون، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، ملح وفلفل، شبت وبقدونس وكزبرة، هنفرم بقى ده كله مع بعضه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخدها نص سلقة. ادي شوية زبدة اهم وهي سخنة كده اهو. ربنا يستر. هو انت بس اللي حريفه يا اختي؟